السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي، واليوم المقارنة من معرض معدين للسيارات. أخي الكريم أتمنى منك اشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. وزي ما تشوفون أخوة الكرام، اليوم المقارنة بين لكزس جي اس موديل 2019 350 فئة سي سي، واللكزس اي اس 2019 طبعا 350 فئة سي اي. ليش سوينا المقارنة هذه؟ لأن كثير من الأسئلة تجيني، وإيش الفرق بين الجي اس والإي اس؟ السيارتين حجمهم حول بعض، السيارتين تقريبا مواصفاتهم حول بعض، وإيش الأحسن إلى آخره. عموما اللكزس جي اس هي سيارة سيدان من لكزس متوسطة الحجم بدفع خلفي، والإي اس سيارة سيدان متوسطة الحجم بدفع أمامي. حسب المعلومات ان اللكزس جي اس هذا اخر موديل لها، خلاص بتتوقف السيارة النهائي، والسبب انهم خلاص اللكزس اي اس عدلوها بالحجم، عدلوها بالمواصفات عشان تكون مكان الجي اس. نشوف هل في حسرة على الجي اس او لا، انهم بيقفون ولا لا. سعر الجي اس طبعا حدود ال 183 الف ريال. طبعا هذه سيارة وكالة سعود بهوان وكيل عمان، فئة سي سي، تعتبر اقل من الفل بشوي. وعندنا هذه الـ ES اللي فئة CA، حدود سعرها 177-176 ألف ريال، طبعا برضو وكالة سعود بهوان وكيل عمان. نشوف أهم المواصفات وأهم المزايا، هل الـ GS تستحق أم الـ ES تستحق؟ بالأول والأخير أنت اللي تحكم. ناخذ جولة سريعة على الـ GS. طبعا ظهرت في 2012 الشكل هذا كموديل 2012، حصل على الفيس ليفت تقريبا قبل 3 سنوات. طبعا هذه كانت تنافس او ما زالت تنافس للمرسيدس اي كلاس، وبرضه تنافس البي ام الفئه الخامسه، الاودي الاي 6. على فكره كانت الجي اس يعني يوم من الايام كانت اسطوره في لكزس. طبعا هي من اساطير لكزس ما زالت، لكن على المحركات اللي كانت تنزل ال 430 ل 460 على الجي اس، تخيلوا. ننتقل الى الاي اس. طبعا هذه الاي اس حصلت على تغيير جذري في 2019، شمل المحرك، الجير الداخلي، الخارجي، البودي، كل شيء بالسياره حصلت على تغيير جذري فيه. طبعا السيارتين اصغر من ال اس، لكن ال اس مميزه، يعني كانوا يسمون هذه ال اس الصغيره الى اخره. الحين الاي اس ما شاء الله برضو صارت مواصفاتها قريبه من الاي اس. عموما المحركات على السيارتين كلهم 3500 سي سي في 6 6 سلندر، الجي اس 212 حصان تقريبا، والاي اس طبعا حدود ال 300 حصان تقريبا. السيارتين بجير اوتوماتيك 8 سرعات، نظام الدفع نظام دفع خلفي على الجي اس، ونظام دفع امامي على الاي اس. طبعا اكيد التفوق حيكون هنا بعدد الاحصنه، زي ما شفنا 312 حصان، وبرضه الدفع خلفي هنا. المواصفات الخارجيه طبعا الفرق زي ما قلنا حدود 7-8 آلاف ريال تقريبا، او 6 آلاف ريال تقريبا. الواجهه لاحظ شبيهات في الواجهه، لكن الجي اس يعني ما حصلت على تغيير كبير عن الموديل السابق. عندنا اناره ال اي دي بشكل وتصميم جميل طالعه من الشمعه، عندنا النور العالي والواطي الشمعه زي ما تشوفون عدسه، الاشارات جايه هيلوجين، عندنا 4 حساسات اماميه، طبعا 2 في الزوايا و2 على الشبك، كشاف ضباب ال اي دي. اما الاي اس نفس الفكره، الليد والنور العالي والواطي عدسه. طبعا عندنا نشوف برضو الاضاءه حقت الاشارات هيلوجين، 4 حساسات اماميه، 2 في الزوايا و2 على الشبك، لكن نلاحظ انه ما فيها كشاف ضباب كشاف ضباب امامي. طبعا اكيد الجي اس تفوق في هذه النقطه. الجنوط هنا مقاس 18 انش، مقاس الكفر 235-45-18، وبالنسبة طبعا الاي اس مقاس الكفر 205، طبعا جنط 17-215-55-17. ننتقل، طبعا السيارتين فيهم فتحة سقف، الجي اس تجي يا بدون فتحة سقف، بعض الفئات بدون فتحة سقف او فتحة سقف. الاي اس
أقل شيء عندهم فتحة سقف، وبعدين عندهم البانوراما، هذه الفئة تعتبر ستاندر. الجي اس هذه تعتبر نصف فل على فكرة. ليش ما جبت جي اس نصف فل مثلا أو اس نصف فل؟ لأن احنا نتكلم عن سيارتين حول السعر، فوش أنت تاخذ؟ سيارتين سعرهم مقارب البعض، فبالأول الأخير أنت وش اللي بتاخذه؟ عندنا أزياق كروم جانبية على الأبواب، هنا تحت جاية الأزياق الكروم على طبعا على السمكة من تحت، إشارات بالمراية طبعا جاية هنا على الأبواب، كلها سيارتين جاية بتصميم على الأبواب، وهذا الشيء جميل ومميز. طبعا هذا على الشكل القديم حق لكزس، فيها كروم والإي دي، وهذا الطراز الجديد من لكزس نفس الإس الإي دي وكروم لون أسود. ننتقل إلى الخلف الآن. طبعا هذه سيارتين من الخلف، طبعا سيارتين من خلف، اثنين شوك مال خلفيات بحكم 6 سندر، برضو فيهم 4 حساسات خلفية. إنارتهم الخلفية طبعا عندنا LED هنا النور حق السيارة، كل الإشارات جاية هيلوجين. هنا بالجي اس LED بالكامل الإشارات إلى آخره. الجناح الخلفي موجود هنا، الجناح الخلفي موجود هنا، لكن بالأول الأخير هو مسألة تصميم. أكيد حتشوف التصميم هنا أجمل، لكن بتكلم عن سيارة رياضية أكيد هنا بتكون سيارة رياضية حقيقية بحكم الدفع الخلفي. إنارة LED على اللوحات الخلفية إلى آخره. نفس الشيء شعار لكزس طبعا هنا بالشكل القديم، اللي هنا بالشكل الجديد جاي عليه لون أسود، لكزس ES 350 لكزس GS 350، نفس الفكرة نفس كل شيء. ننتقل إلى صرفية الوقود. طبعا نلاحظ كلية البنزين يمشيك 13.6 كيلو، تقييم السيارة جيد. طبعا هذا المحرك الجديد بالاي اس. نروح الى الجي اس ونشوف كم صرفية الوقود فيها. وكلية البنزين يمشيك 12.1 كيلو، تقييم السيارة سيء جدا سيء جدا. الان نبدا نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. اول شيء خلينا نشوف الشنط، صراحة الشنطة شيء مهم. بسم الله. طبعا الشنطة الخلفية هذه، طبعا هذه عدة السيارة على فكرة، اللي يسأل وش ذا الصندوق، هذه عدة السيارة لسه ما تركبت أغراضها، الفرشات إلى آخره ما تركبت. هذا صندوق الوكالة، شوف المساحة الداخلية لا بأس فيها نوعا ما. بسم الله. الآن ننتقل إلى الخلف، وهذه الجي اس. والله ممكن نقول انه الاي اس اوسع شوي تقريبا. طيب الان ننتقل الى الداخليات. طبعا دخول بصمة من جميع المنافذ، او دخول ذكي عفوا من جميع المنافذ. هذا مفتاح الجي اس زي ما تشوفون بالشكل القديم حق الكزس، اغلاق فتح فتح الشنطة وجهاز انذار. بمجرد نلمس الباب تفتح لنا ابواب السيارة بالكامل. مقاعدها جملي، هذه من الداخل. طبعا خلص مواصفات الداخلية اللي بالأمام، بعدين ننتقل للخلف. شغل السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة ما شاء الله فيها نمط رياضي، مو بنمط، فيها صراحة ما شاء الله محرك اسمه صوت الاكزوست فيه يعني نوعا ما كرياضي. طيب نبدأ نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. بما انك راكب لكزس اكيد بتاخذ كواليتي عالي، بتاخذ مواد تصنيع فاخره، بتاخذ شيء جوده عاليه، مواد تصنيع فاخره وجوده موجود في لكزس. عندنا هنا طبعا بلاستيك طري، عندنا هنا فورميكا، عندنا زيق الكروم اللي موجود هنا، هنا جلد، لاحظ خياط باللون الابيض، جلد جملي جاي هنا، الزجاج كهربائي اوتو لمسه واحده، المرايه كهربائيه بخاصيه الطي الاوتوماتيكي، ذاكره تخزين لكرسي السائق، نظام تراكشن للتخشيبه. طبعا جايه من الخلف، ممتده من الخلف بنفس النمط هذا وماشي على الطبلون، وبرضو على ديكور الجير زي ما تلاحظون ده هنا واصل موجود. طيب هذا هو دركسون السياره، مكسو بالجلد بشكل ثلاثي، التحكم بالنظام الصوتي، الأوامر الصوتية بلوتوث، تحكم بعداد الرحلات ومثبت السرعة، قرفون خلف المقود، النمط حق السيارة الرياضي ما شاء الله. عداد السيارة طبعا عندنا هنا الحرارة الار بي ام، عندنا هنا عداد الرحلات، عندنا عداد السرعة، سعة تانكي البنزين. عندنا شاشة ملاحة لكنها صغيرة، لكن فيها شاشة ملاحة أكيد، بكاميرا خلفية طبعا،
هذه موجودة. ساعة لكزس الكلاسيكية موجودة. عندنا السي دي طبعا اكيد فيها، مو من هنا، منفذ USB، منفذ EOX جاي من هنا طبعا، منفذين USB، منفذ EOX. المكيف الامامي بتحكم منفصل بين السائق والراكب، لا ننسى فتحة التكييف الخلفية هذه. هي الجنط الكهربائي بخاصية طبعا الاوتو هنا موجود فيه. طبعا الاوتو غير الهولد، لان الاوتو هو يسحب، بس تحطه في البي يسحب الحالة، ما في ظهر خاصية الهولد. هنا عندنا تبريد المقاعد الامامية، حامل تكوى بعد 2، الجير اوتوماتيك من 8 سرعات اوبترونيك، تقدر تستخدم طريق الجير مقود الجير نفسه او تبديل الشفتات اللي خلف المقود. نظام وضعية القيادة ايكو، نورمال وسبورت، طبعا عبارة عن فرار زي ما تشوفون. هذه هذا النورمال. طبعا عندنا هنا الماوس حق شاشة الملاحة حق السيارة، ماوس طفي وشغل حساسات من هنا. سنتر روك في باب الراكب، مراية داخلية تعتيم، انوار الشماسات طبعا فيها مراية مع انارة LED. نلاحظ للاسف انه ما فيها بيت نظارة، صراحة نوعا ما سلبية، لكن ممكن نستخدم الدرج هذا كمكان تخزين كحل بديل يعني. طيب انا ترى انا الحين عشان برجع الخلف لازم اضبط المرتبة بشكل مضبوط، لان صراحة الجي اس معروف نوعا ما فيها ضيق خلفي عن الاي اس. لكن بعطيكم تجربتي انا كعبد الرحمن الخالدي، تقريبا طولي 170 ونوعا ما يعني مليان شوي، عشان تعرفون نمط الجسم، لان في ناس تهتم، في واحد يجيني حيف ومعصقل وقصير يركب السيارة يقول لك يا اخي واسع، غلط تحسب على هذا الشيء. في ناس ترى طولهم 180 190، في ناس ما شاء الله عمالقة، فلازم تعطيهم خبر عن السيارة. بسم الله انا انتقل للخلف، ومرتبة السائق افضل شيء انك تسوي عليها نمط. هذه طبعا هذه من الخلف قبل ما نركب من الداخل. هذه نار السقف LED. طيب بسم الله. لا صراحة عادي يعني، اذا كان نفس طول اللي يسوق السيارة او اطول شوي عادي. في شيء بسيط ما ادري والله بيكون واضح معكم ولا لا، بس لكن ضبط الكاميرا الحمد لله. هذه فيها نوعا ما الشاشة حقتها، فيه هذا السقف حق السيارة، سقف ترى مرتفع لا بأس فيه، لكن في شوية ضيق صراحة. اتوقع اثنين نفس حجم يركبون، وهنا لازم واحد نحيف. وش السبب؟ السيارة دفع خلفي، فتيجي المنطقة هذه حق توصيلة الجير مع الدفرانس تيجي هنا مرتفعة شوي زي ما تلاحظون، فلازم يحط رجل هنا ورجل هنا، لازم يوسع شوي الرجال والله راح يعينه. عندنا فتحة تكييف خلفية، وعندنا منفذ طاقة، تخشيب الفرمايكا نفس المواد التصنيع كاملة بالسيارة، ما في شيء مختلف. هذه انوار السقف حق السيارة LED برضو، هذه تكايتها بالوسط وفيها حامل تكوى بعد 2، وهذه التكاية فيها درج. طبعا التخشيبة على الابواب، وبرضه في هنا وسط تخشيبة خفيفة، لكن لا بأس فيها صراحة، لا بأس في اللكزس ما شاء الله الجي اس، لكن غير الاي اس. طبعا طفي المحرك وننتقل الى الاي اس. بسم الله. طبعا فيها ذاكرة تخزين كرسي السائق والراكب، الكراسي الامامية كلها كهرب. ونروح الى الاي اس. طبعا اكيد متطورة تصميما داخليا، كل شيء متطور. نكهة اللكزس الجديدة كلها موجودة على السيارة. بسم الله. نشغل المحرك. طبعا هذا الزر مو موجود زي ما ذكرنا، الاي اس لسه ما تركبت اغراضها. بسم الله. طيب بسم الله. صراحة التصميم الداخلي غير، مختلف تماما. أنت في سيارة عصرية موديل حديث إلى آخره، من الفخامة من الأناقة كلها موجود،
طبعا مواد التصنيع مشابهة لبعض، الجلد، الكرومات، تصميم مختلف لكن نفس المواد، الكرومات مستخدمة، الجلد بالكامل زي ما تلاحظون، الزجاج كهربائي لو سمحت، المراية كهربائية بخاصية الطي، لكن زي ما ذكرنا هنا فلسفة ليكسس الجديدة في التصميم اللي هو يكون حتى مثبت السرعة بالشكل الجديد، طبعا فلسفة تويوتا هذه بالكامل. هذا هو عدادها الالكتروني بالكامل، نظام تراكشن صار فوق، نظام القياده صار كله على الطبلون من فوق بهذا التصميم. ايش بعد؟ الشاشه، طبعا الشاشه تقريبا مقاربه ستاندر هنا نفس المقاس حق ذيك، لكن نلاحظ ان بس البروز الشاشه وتصميمها جاي بشكل جميل، ساعات ليكزس نفس اللي هنا هناك، لكن زي ما ذكرنا هنا التصميم فقط، فلسفه جديده من التصميم وكيف نفس التحكم منفصل الساق وراكب، طبعا فيها كاميرا خلفيه. وخلينا ننفض مواصفات من اول جديد، يعني تكلمنا عن الابواب الان. طبعا ما فيها فورمي، فيها بلاك بيانو زي الخشب جاي. عندنا التحكم بنظام الصوتي ودركسون، تحكم اعداد رحلات، هنا مثبت السرعه، جير افون خلف المقود، الطبلون جاي شاشه بالكامل، لكن عندنا بس الحراره والبنزين جاي ابره عاديه يعني على قولتهم. تراكشن، نظام وضعيه القياده ثلاثه، ايكونول وسبورت نفس اللي هناك. ايش في بعد؟ شاشة تكلمنا عنها، شاشة معلومات فقط، طبعا لمس وبكاميرا خلفية طبعا بدون نافيجيشن. المكيف لمس حكم منفصل بين الساق والراكب، فتحات التكييف الخلفية، عندنا هنا طبعا ستارة خلفية برضو، سي دي، منفذ يو اس بي، منفذ يو اكس، حامل الكوب للسائق، عفوا هنا الراكب طبعا حمل الكوب، هنا السائق، الجير اوتوماتيك من 8 سرعات اوبترونيك عن طريق الجير او خلف المقود، موجود الميزه هذه. الماوس تكلمنا عنه، تكابل الوسط فيه منفذ طاقه، مرايه الداخليه تعتيم، انوار السقف ال اي دي، طبعا ال اي دي برضه هنا الشماسات لكن تختلف عن الجي اس انها تاتش حقت السقف، الجي اس لا ازرار. الجرنت كهربائي بخاصيه الهولد، كرسي السائق والراكب كهربائي، طبعا ما فيها ذاكرة تخزين لكرسي السائق للأسف بحكم انها ستاندر. الآن خلصت من الأمام، ننتقل إلى الخلف. طبعا المرتبة راجعة، المرتبة راجعة حيل، لاحظوا كل هذه مساحة، وبرضه سيارة واسعة، سيارة واسعة، تخيلوا كل هذا سيارة واسعة من الخلف. لاحظنا هذه السيارة أصلا بدأت تشتغل، يشتغلون عليها تكاسي بحكم حجمها الواسع وفخامتها، كيعني يوم يركب طالع من المطار ويركب لكزس صغير يوم يكون راكب كامل. فعموما هذه السيارة شوف مساحة، هذه مراد المرتبة صح، يعني هي ترجع لحالها. طبعا عندنا فيها من ورا المكيف، منفذين يو اس بي، منفذ طاقة، الفورميكا، مقبض كروم، الايدي، هذه ابرز الاشياء اللي موجوده فيها. بالاول والاخير قرار قرارك، اختيار اختيارك، اذا حاب تاخذ هذه وحاب تاخذ هذه. مواصفات امن السلامه طبعا كلهم واحد، فرامل ابيس، نظام الثابت الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات اماميه وجانبيه، وعدد 5 احزمه امان. فالقرار قرارك بالاول والاخير، وانت اللي تختار. السيارتين جميلات، لكن انا عن نفسي كعبد الرحمن خالدي اميل لهذه السياره، اكون ميال اكثر بحكم انها دفع خلفي ونمط رياضي، حتى لو موديلها او شكلها تصميم السياره قديم لكن يكفيك انها دفع خلفي وهذا الشيء مناسب اكثر. ابرز المنافسين لها طبعا ليكزس، عفوا اي كلاس مرسيدس، بيعمل في الخامسه جي اودي اي 6، الجينيسيس جي 80. طولت عليكم اخواني الكرام بالمقارنه، اتمنى تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.